كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. اللي شاف الصورة ديالو كيقول هذا راه معدي عليه شي حد ولا دار اكسيدو، حقاش حالته ماشي ديال شي واحد سخاف. فهم شنو ذنب هذيك الام يضيع لها ولدها هكاك؟ ما عارفين انت شنو وقع له. السلام عليكم، انا بغيت نحكي لكم على قصة ديال خويا. الخميس اللي فات عيطوا لي دارنا، قالوا لي اخوك راه في الانعاش كوما. منين جيت كنشوف ديجا صاحبه صوره منين كان في المستعجلات، كنلقى حالته ماشي ديال شي واحد طاح، حالته ديال داير اكسيدون ولا شي واحد ضربه. بغيت نعرف حاجه وحده، واش خويا دار اكسيدون ولا طاح هكاك ولا شي واحد تعدى عليه؟ لحقاش منين جات الامبيلونس داتو حطاتو ومشاو في حالاتهم، ما دخلوا لا بوليس لا حتى شي حاجه. مشيت انا الوقايه المدنيه كنقلب، قالوا لي هاد السميه ما كايناش كاع، فهمتي؟ حطوهم مشاو، حتى السميه ديالهم ما دخلوهاش في الريجستر ديالهم. ما عرفوش واش تعدى عليه، احنا ما نكذب على الله ما عارفينش، ولكن بغينا السلطات تدخل وتعرف شنو كاين، ماشي تخليونا يخليونا هكا قلبنا محروق ما عارفين حتى شي حاجه على خويا. دابا تصور 9 ايام هو كوما ما تحركش كاع، هادشي ماشي شي مشكله، ما عندوش شي مرض مزمن ولا شي حاجه. هو كان عارف الطبيب مشى يشوف كيداوي على ودنه مريضه له، حتى الدري كيلقاه بواحد الحاله غير طبيعيه. هادشي بغيت من السلطات تدخل، الدري عادي عايش حياته عاديه، ما فيه حتى شي حاجه، ما كيطيحش، ما عنده، ما كيجيوش لي كريز ولا شي حاجه، ما عنده حتى شي مشكل في صحته الا هذيك الودن اللي عنده مره كتمرض له. هادشي اللي كاين، اطباء اصلا براسهم ما فاهميش، مره قالوا لنا عنده ميكرو في الدماغ، شويه دابا عاوتاني قال لك عنده ميكرو في الريه، فهمتي؟ هذاك الشيء غادي وكيتزاد عليه. الدري اصلا قالوا لنا خصو يفيق بعدا، الدري مهما ما حدو ما فايقش من الكوما ما نقدروا نديروا والو. براسهم البوليس ما عارفين والو، وشدوا الملف ديالو دغيا لحقوا المحكمه، ما داروش خدمتهم نهائيا. انا اللي مشيت قلبت وكنسول وداكشي، اما البوليس مشاو داروا معاينه وهزوا الملف ولحقوا المحكمه، حتى الكاميرات ما حاولوش يمشيو ويرجعوا الكاميرات، وكنقولوا راه كاين كاميرات تما غير سيروا شوفوا، والو ما مسوقينش. اللي شاف الصوره ديالو كيقول هذا راه معدي عليه شي حد ولا داير اكسيدون، حقاش حالته ماشي ديال شي واحد سخف، فهمتي؟ حالته ماشي عاديه، كله دم. ما عرفتش انا خويا، بغيت نعرف شكون اللي تعدى لي على خويا. بغيت السلطات تدخل من هادشي، ماشي يشدوا يهملوه، هذا راه اهمال، هذا راه ولد الشعب، علاش يهملوه؟ ماله هو ماشي انسان؟ شدوه لاحوه في لوبيطال بحال ما عنده لا حقوق، ما كاين حتى شي حاجه، ما عارفين عليه حتى شي حاجه. حنا اللي كنقلبنا وسولنا باش لقينا واحد البلاصه فيها الدم، واش هي في هي ولا ماشي هي، الله اعلم، ما عارفينش. ولكن هذيك البلاصه قريبه للطبيب ديالو، فهمتي؟ ودابا الحاجه الوحيده اللي بغيت ان خويا نعرف شنو وقع له. السلطات تدخل في هذا الشيء، ها اللي كان انسيستي عليه هو السلطات تدخل في هذا الشيء ونعرف خويا شنو عنده. اما لا طرات لخويا شي حاجه، راه ماما تسطى اصلا، ماما قالت لك تنعس لا بالليل لا بالنهار، تسطى على ولدها. شنو ذنب هذيك الام يضيع لها ولدها هكاك؟ ما عارفين حتى شنو وقع له. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.